الحجر وقسي البشر لا للحجر قسي البشر واتمتعوا بقصص الحزين يا مين يا مين يا مين يسمع أنيني البحر غدار وجهك طيبي وسكيني عود قلبك الأسرار شوفك يا هالمدينة البحر غدار وجهك طيبي وسكيني عود قلبك الأسرار أحلام ضاعي الفضاء مجروح ما عنده حدا ودموع عم تسقط سودا صوت الظلم هالدار بمشي بعتم الحواري مخبى ورا الابواب قصص هموم ومواجع احباب باعوا احباب بمشي عتم الحواري شو مخبى ورا الابواب قصص هموم ومواجع احباب باعوا احباب نار الغني ما بتكتفي نار الفقير ما العدل نام وغفي بيشرق بعد الخيام. شو رأيك بروعة جودات؟ لسه ما بعرفها منيح. حلوة ما هيك؟ مو ستايلي بس جريئة. بتعرف لو كان صوتي حلو ما كان عندي جرأة أوقف قدام العالم وغني. بالمناسبة هي مو جرأة، أنا بتسحرني الست الجريئة. وكيف بتكون الست جريئة جودت؟ اللي بتحب تلعب بالنار. وإيه النار بتقصد؟ النار اللي إذا لدعتها تكويها كوي. بس هذا خطر. الحياة بدون مخاطر ما لها طعم. هي حياة بيعيشوها الناس العاديين. وأنا من أي نوع؟ البيسين برا معبى مي، وأكيد المي بهالوقت بتكون باردة. يعني لو قلت لك تعي نسبح رح تقولي لي برد، بخاف امرض، واذا مرضت بكره بتاخر على الشغل وجوده بيك بيزعل. يعني حتبرري، ما حيخطر على بالك ابدا انه هيك مغامره جريئه قديش ممتعه. يعني انا مو جريئه؟ وين بتحبي نقضي شهر العسل؟ معناتها ماني سحرتك. ماليزيا حلوة بس بتحبي أوروبا ما في مانع. جودة لا تغيزني، هلا بروح بنزل بالمي. بتحبي تعيشي معي بالفيلا بعد ما نتزوج ولا عملك فيلا وتفرشي على زوجك؟ لا تجنني يا جودة. جيبي خدامي للماما شهرين ثلاثة لأنه رح نجيبهم يعيشوا عنا.
أنا رح أنزل بالمي. رح أشتري لك سيارة. أنا ما بحب أعير سيارتي لحدا، وما بحب زوجتي تركب من سيارات الشركة. بالعكس مبسوط كتير. ماهر امتى جاي رولا؟ لسه بكير بكير، الحفلة بأولها هلأ بتجي. طيب بركي صار معها شي شغلة خلتها تتأخر. وين ما اجي وين المشكلة يعني؟ معك حق، وين المشكلة؟ آسف رودي، بس هلأ الشلي رح يفكروا إني عم كذب عليهم أو إنه رولا خانوا مستخفة فيي. يا سيدي ويفهموا شو بصير يعني؟ لا أجمل، رولا زودتها كتير، زودتها كتير. صدقيني هي قالت إني رح تجي على الحفلة، أنا حبيت أحتفل فيها لأني حسيت إني مضايقة يعني، بس هيك ما حدا يفهم شي تاني. ها بالله، وشو هو الشي تاني اللي نحنا بدنا نفهمه؟ على فكرة أستاذ ماهر، أنت صاير هاليومين تحكي بطريقة أنا أبداً ماني متعودتها منك، بتعرف؟ ماهر، أعمل لك شي شغلة، أحكي مع رولا، شوف ماي عم تبكي من الجوة، أبكي شوي. يا سيدي أكيد أكيد صاير معها شي لحتى ما أجي. كان فيها تعتذر. طيب، أنت هلأ تصرف طبيعي وخليك ماهر يلي بعرفه، اتفقنا؟ ليش أنا سائل عنا أصلاً؟ أنا زعلان إني عبرت وحدة مثلها. سكي أختي. لكن سكي ما بدي. لا حلو والله، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هل قد سفقتيني كلمة أدراسي فوق من حردانة وما بديك؟ مسكي أختي ماني حردانة، بس أنا وياكي ما بنفهم على بعض. ليش؟ لأني مبسوطة ومو جعبالي اليوم اتخانق. احكي ما منتخانق. هلأ انتي بعمرك شفتي نعجة وزئب متفاهمي؟ هلأ انا النعجة وانتي الزئب؟ انتي اكيد نعجة، بس انا ما بعرف اذا بدي كون زئب، بس اكيد ما جعبالي يكون نعجة مثلك. امسكي امسكي حاجة تتفلسفي. مالك لك نعجة؟ بس دينها. لا، وامتى رح توفيهم بقى؟ للاقي نعجة أسمن منك وأجسام. كيف كنتي عم تروحي على الجامعة كل هالفترة؟ لك سكتي، مو طلعت أنا أجدب منك؟ ليش؟ تعري المشي مفيد كتير. عم تروحي على الجامعة مشي؟ ولي على قامتي؟ شو مشي ما مشي؟ لك لا أمي ما عم روح مشي. اتدينت من رفيقتي مصاري، معقولة روح على الجامعة مشي؟ يو، وقديش متدينة منها؟ خيرات الله، بس لا تاكلي هم، رح رجعهم بس اشتغلي. تشتغلي؟ شو تشتغلي؟ بتعرفي ما يدرى ابوكي؟ ايه بس 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 لا تكملي. هاي الالف ليرة اللي عطيتيني اياها يا دوب سددين وبضل علي 500 ليرة، منين بدي اصرف بقى؟ لك شو بدك تشتغلي؟ وامتى بدك تلحقي تدرسي؟ ابو ولا رفيقتي عنده محل مكياجات، رح روح داوم عنده بعد دوام الجامعة. وابوكي؟ حاجة بقى تقولي لي أبوكي، فلقتيني. هو حل من اتنين، يا أما بشتغل يا أما أبوكي بيعطيني مصروف مثل العالم والخلق، وأنتوا التنتين بتغطوا علي. أنا ماني مستعدة أعيش على صدقة رهام ودين الناس. حق مع أمي، هاي القصة صار لازم أحل بقى. قلوب الله، الله يصبرنا. يا الله يا طلال، شو بحب عيش بهي الاجواء. ليش مو كل اسبوع عم نجي نسهر هيك سهره؟ هدول الناس مشو احسن مننا؟ قولتك نحن احسن منهم 100 مره.
أنا كتير مبسوطة، بحب عيش بهذا المستوى كتير. طلال، بكرة بس لصير نجمة مشهورة بدي أعزمك. لوين؟ على عشق. يا رب يجي يوم التنم بسرعة. بدي سافر على بيروت مع جودة بيك. تتركيني لحالي؟ لا، قلت لك رح أعزمك على عشق. أنا ما بدي تعزميني، أنا بدي تمني جنبك على طول، ما بعد عنك ولا لحظة ولا تبعدي عني ولا لحظة. طلال، إحنا متفقنا ما عاد نحكي بهذا الموضوع. بدك أنا نزعل من بعض؟ وليش بقى؟ أنت بتحبيني لما لا؟ بحبك بس ما فينا نتزوج. وليش بقى؟ أولاً لأنك متزوج وعندك أولاد، ثانياً أنا ما بحب أنزل على ضرة، وثالثاً أنا بحب غني وأنت غيور رح تمنعني. شو هالحكي؟ أنا ما رح بعيد عنك ولا لحظة، بدي وقف جنبك وأدعمك. طيب نفترض هاي تجاوزناها وهذا مفروغ منه طبعاً، وين بدنا نعيش؟ نستأجر بيت مفروش. بتعرف شو يعني تستأجر بيت مفروش؟ من وين بدك تجيب؟ شوف الطلاق؟ خلينا هيك أحسن. هاي زعلت وانتزعت السهرة. طيب شو أعمل؟ إذا ظروفك صعبة. طلال اطلب الحساب، تأخرنا بدنا نمشي. يعني زعلتي؟ لا ما زعلت. ما صار إلا زعلتي، ليك هيك مبينة بوشك. لا ما زعلت، بس هاد واقعنا ولازم نقبل فيه. يلا اطلب الحساب. لو سمحت. الحساب. لك شو كتير العمى، مبلغ مو قليل. لك شو مليون، اقسم بالله ما بعرف عدن لحتى اعطيهن. ايه فهمنا، البيت رح يضل باسم ريهام، بس المليون هدول شو بدي اعمل فيهم؟ العمى ملقعها بالفرشة من كيس الجنفيص. أخي ربك على هالغلق يا سمر، حلوة مثل النكهية المعجونة من فستو. معك سيارتك. صديق المرة مشيت وراهي. لازم تتعودي لأنك رح تشيل هون كتير. بس أنت قلت لي إنه رح نسكن بالفيلا تبعك. هاي كمان تبعي. ممكن أتأخر بكرة؟ تأذي إنك ما تجي. بدك تقلي شي جودة؟ سلامتك.
بسام، سلمى تخوني وتغدرني، لك عقلي ما عم يصدق يا ناس. طيب ليش؟ جاوبني ابو ابراهيم. ابو ابراهيم، في ناس من طبع الغدر معلم حسام. حسام مو سلمى، مو سلمى، ابو ابراهيم. بس شفت بعينك يا معلم وسمعت بإذنك، لك إيه ما حابب صدق، ما حابب صدق. ريتك اسمع، ريتك أبوس، ريتك حلم. ما في معي غير الحلم، فجأة الحلم بخر وضاع. عايش بوجعي بالعلم، عندي أمل أحلم حلم، فجأة الحلم نص الحلم، نص الحلم الوجع فا. تذكرت كل الدروب، ضاع الضياء عتم الغروب، وين المفر كيف الهروب؟ راجع أنا وجعي معي، حلمي اللي ضاع ضاع. كيف كان وعدك امبارح؟ منيح ماشي الحال. وعرفت شو نوع الشغل؟ نفس مجال شغلي، بده ياني ارسم له كم لوحة. رايحة استاجر الاولاد لك. على فكرة مسافر يوم الاثنين على بيروت. بالسلامة. ما سألتيني ليش مسافر؟ بس تحب تحكي بتحكي لحالك. بس انا قلت لك مسافر، ولك شو قصتك انت؟ ما بيعجبك العجاب؟ شبك من عند الصبح؟ خلص قلي، ليش مسافر على بيروت؟ ليش بدي سافر؟ بنفس الموضوع. بالرسم؟ ايه بالرسم. وليش متلبك؟ أنا ماني متلبك، بس متضايق من طريقة حكيك. وكيف بتحبني حاكيك؟ احكي بطريقة منيحة، مثل العالم والناس، خلص عايدة، هذا اسمه مسخرة. أوكي، خلص، خلص. على فكرة، طقمك الجديد اللي شاريه كتير حلو. مبروك. لك أنا شو عملت بحالي؟ لازم اروح على الشركة واشوفه. ليش هيك تغير معي فورا؟ ولا شي ولا شي حبيبتي. امبارح تأخرتي بالسهرة، في شي صار شي معك؟ احكي لي. ايه والله كانت سهرة طويلة شوي. احكي لي ريغليزا، فورتي دمي، يلا احكي شو في. مستعجلة شوي، بعدين بنحكي. شيرين شبك؟ ما في شي روعة، بجد مستعجلة. دخيل عينك، فينك تشوفي طلبات ماما؟ ايه طبعا بشوف طلبات ماما، وبفطرها وبعطيها الدواء تكرم عينك. عم أقول لحالي
إذا بتعطي رولا شي 1000-1500 من مصاري أختها والله ما فيها شي. يعني خلاص حطيتوا عينكم على مصاري ريهام؟ الله يسامحك يا أبو ربيع، في أم بتحط عينها على مصاري بنتها؟ الله يسامحك، أنت كتير متغير معي من وقت يلي أنا مرضت. كان في رجال عنده مرة بتنقى كتير، بيوم الأيام إجا قال لي يا مرة هاتي لبوس إيدك نقي يوم ريحيني يوم، صارت تتنق يوم ويوم اللي ترتاح فيه تقول له بكرة النق وبكرة النق بكرة النق وبكرة النق. إيه خلصنا خلصنا أم ربيع، مرة بتطلعي لي بصة رولا ومرة بتطلعي لي بصة المرض والمرة الثانية ما بعرف بصة إيش. إيه خلصنا تخنت تخنت. الله يسامحك يا أبو ربيع الله يسامحك، هلأ بعد هالعشرة والعمر الطويل طلعت أنا نقاقة وليه كمان هاي قصة جديدة؟ بكرة النق أو بكرة النق وبكرنا جبار. يا أمي اللي بيصبر على هالوضع وعلى هالحالة ما لازم يتعمل شيء. خلاصي وليه؟ علمناك لا تتفزلك علينا، أصلاً كل شيء صار بسببك. بسببي أنا؟ ليش مين طلب منك تعملي شيء مشاني؟ لا أصلاً أنت بيطلع بإيدك تعملي شيء؟ ما أبي رجال، رجال يعني ذكر، وأنت مرة يعني أنتاي وأنتاي ضعيفة. شو حبيبي؟ ليش قاعد؟ ليش فقتي؟ ارجعي نامي. طيب انت شو عم تساوي؟ يا الله يا هيام ما احلى وشك وانت نايمة. غمض عيونك ونامي. ليش بقى؟ عيوني مو حلوين؟ لأنهم حلوين بخاف من سحرهم. غمض عيونك. خلص بوعدك ما عاد اطلع فيك، رح صير اطلع بالمعلم حسام. رح اقوم شق الورق اللي كتبته كله. ولو المعلم حسام هون وهون وهون. المعلم حسام وانا وين؟ انت عمري كمان وحياتي وكمان وعيوني وكمان. انت حبيبي وغيرك ما بحب. يا الله يا هيام قديش الحلم حلو، لأنه كذبة لذيذة. ما فهمت أنا. لأنك عايشة بالحقيقة. ضيعتني أكثر. لا تاخذي بالك، نحن جماعة كتابي مجانين. ندوش تعي حبيبتي تعي. ماما حبيبتي شتتلي كتير. حبيبتي وأنا كمان اشتقتلك. معليش حبيبي ما تزعل. لا 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 عادي، لسه ما بتعرفني. شو ماما؟ لا جودي، رولا قصد أنها تحرجني. لك أنت ليش هيك عم تفكر؟ بعدين إذا كان هذا الحكي مزبوط هي الخسارة.
خسرانة يا أخي. أنت تصرفت بأخلاقك وأنا كتير محترمة اللي سويته. شبك؟ لكن أنا عم تفضل علي مازن؟ أنا بتحط راسي براس هذا التافه؟ بسيطة والله لربية. ليك هاي مايا وائل جايينها. خلص خليك طبيعي وسكر على الموضوع. فهمت؟ خلصنا يا أستاذنا. الله يخليك. أنا آسف جداً بس يعني عندي ظروف صعبة وما حقدر كفي المسلسل. لك لا لا، ما قصد استراحة ولا شيء. القصة ما عم بعرف لاقي القفلة. معك حق، معك حق، معك حق، بس أرجوك قدر ظرفي. طيب نجتمع ونحكي. الله معك، مع السلامة. خير حبيبي؟ شوفي اعتذرت عن المسلسل. هيك بهالبساطة؟ ليش؟ ابدا مو بهالبساطة حبيبي. احكي لي شبك. ايام انا تعبان، تعبان كثير، صحلي مخنوق. خليني اطلع بلكي بتنفس شوية هواء نظيف. لا ماهر ابدا مو هيك قصدي، يعني انا مستحيل فكر اني هينك، بس الصراحه الطريقه اللي عم تحكي معي فيها كانه قلبك مو صفيان علي. لا رولا لا، بس يعني كان فيك تتصلي وتعتذري. مزبوط معك حق، بس شو بدي احكي، للاسف ما معي موبايل. طيب شو رايك انه انا خلص ماهر خلينا ننهي هذا الموضوع. انا عندي استعداد اعتذر منك قدام الكل، بس اهم شيء انه مازن ما يبقى. ليش شو دخله مازن؟ كتير هلأ قد بتهمك مشاعره؟ الصراحة إيه، يمكن لأني بعرف مشاعره تجاهي. بتحبوا بعض؟ هو بيحبني. وإنتي؟ مو مهم، المهم أنه لقيت حدا يحبني. على كل نشوف الوقت المناسب وأنا جاهزة للاعتذار. لا لا ما في داعي، الظاهر اني بالغت بردة فعلي شوي. طيب معناته انا رح امشي. يا ريت ما بقى نحتك ببعض مرة تانية، بكون احسن. استني رولا، انا اسف غلط بحقك مرة تانية. لما بدنا ننزل على سوق الصاغه مع عريس الهنا بتاخدي القطعه اللي بنقي لك اياها. انت ما بتفهمي بالذهب؟ الك تفائل كثير امي، ابو ربيع ماله قليل، يعني ماله اجداد. قولي على عيونك شو حوبه، الرجال طاير عقله فيكي، انت بس تصرفي. وشو بدي اعمل له يعني؟ ليك السلاله، ليكي هالحركات، خبيهم لابو ربيع مو لالي. هاتي هاتي هاتي، انا بقطعهم. وليه مقوصه؟ وهيك مد ايده عليكي قبل ما ينفذ كل طلباتنا ويكتب الكتاب. لا اميو، شو يمسك ايدي؟ اي والله بكسر له اياها والله، حتى بعد كتب الكتاب. يو عيب. يا على عيونك شو عفريتي. لك إن شاء الله بيقبرني هالوش. أمر والله أمر، بيطلع لك والله بيطلع لك. اسحبي منه قد ما بتقدري، عاطينه أمر لهالمهرهر، لازم يعود. يوه لازم. لك إيه شفته لمازن؟ كان قاعد هونيك وزعلان شوي. يعني سلمت عليه؟ سلمت عليه بس على الماشي، ما وقفت معه لأنه متضايق. معقول يكون متضايق من نفس القصة يا جماعة؟ اي وما بقي بالدنيا غير هالقصة يزعل منها، يكون فعلاً شي شغلة تانية، استغفروا له. ستي ما كتير يوجعك قلبك عليه، أنا بعرف ليش متضايق، بيكون زعلان مشان المصاري كنت دينه ياهم. إذا بدك هلأ بقوم روق لك ياها. عن جد ماهر؟ ولو يا جودي، هلأ بقوم بخليه يروق وينبسط كمان. أنتوا سبقوني على البوفيه، أنا عشر دقايق وبرجع لكم. باي باي.
يعني يا ريت صارت هالقصة من زمان لحتى يتغير هيك الأستاذ. فعلا كثير متغير. تفضل. يلا. مرحبا مرت عمي. اهلين صهري. جبت لك تاكسي واقفه براس الحارة. احلى تاكسي لاحلى حمايه ولاحلى نوقايه. يلا يلا يلا. شو عم تعمل ابو ربيع؟ عم بركب. روح اركب قدام. قدام ما بقدر بدوخ، بعدين ورا امام ما بتصير شي حادث. روح روح عين، روح اركب قدام. وين يا اخ؟ ليش انا ما قلت لك؟ لا ما قلت لك. ما راح اقول لك. عصابة. أخيراً بطلت هريبة وجيت على الجامعة؟ أنا ما بهرب بس كنت مرضان. ما هيك صور الشر وتركني بحالي. إيه بس مو قبل ما نتحاسب. لك يا ريتك كانت الحساب. بس هلا بتروح لعند البابا وبتبكي. ليك ولا اللي بيجيب سيرة جودة بيك بهي الطريقة بيندم مازن. يا سيدي إيدك وإيده ما تعطي. معلش هاي حسابها بعدين. بس مو بعدين كتير. ها ماهر المثلي ما بيخاف. تعرف ليش؟ لأنه الأوضة اللي ساكن فيها ما لها أحسن من السجن هاللي قاعدت فيه. بس أنا ما عم هددك بالسجن. لك شو بدي يعمل لي جودة بيك تبعك؟ جوع؟ جوع؟ برد؟ بردان؟ ظلم؟ جنابي تعودت عليه. يعني بالمشرمحي أنا ما عندي مستقبل أسأل عليه. نصيحتي إلك دير بالك على حالك واعتقني. ما عندي شيء أخسره وأبكي عليه. بس أنت ابن نعم ومرفق ومدلع. يعني إذا عملت لك شي عاهة خسارتك كبيرة. عم تهددني؟ إيه عم هددك. وبعود عن طريق رولا وكمان هددك. مدامك قوي كل هالقد وعندك كرامة ليش ما ترجع لي المصاري اللي مدينك ياهم؟ ولا الكرامة على شي وشي؟ يمكن ها يمكن المصاري اللي مدينك ياهم هن حق هدول التياب اللي لابسهم او حق اكل اخذهم لاهلك يا مازن بيك. صحيح انت لشو اخذت المصاري؟ يمكن 5000 ليرة تعمل كل هاي الشغلات مع واحدة. ماشي بهاليومين جيب لك ياهم. لا سيدي خليهم معك. حق المحاضرات اللي كنت تكتب لي ياهم. سارة كنت مبسوط من شغلك. يلا بلاقي غيرك. بعت لي الدراسة المالية والهندسية للمشروع وأنا بطلع عليها. شيرين تايلاندي. ما كان لازم أعمل شيرين بهالطريقة. خسارة. والخسارة الأكبر أني ضيع روعة إذا زعلت شيرين. ورجعت بيك
جودت قلت لي امبارح اذا بدي باجي على الشركه. قلت لك هالحكي لانه اللي مثلك ما كان بالبيت. ليش؟ شو شيرين؟ بدك يانا نتجوز هون بالمكتب؟ لساتك بتحبني؟ بس زعلان منك. ليش؟ حسيت كأنك خفتي امبارح. يلي صار بخوف يا جودات. اللي صار قربني منك أكثر. عن جد جودات كل اللي وعدتك فيه رح ساوي. لساتك بتحبني. ليش جودات؟ مو بإيدي بس بتتعودي. عن جد جودات؟ عن جد؟ ما قلتي لي ماليزيا ولا وين ما بدك بس خلينا بموضوعنا. لا شوفي كل الناس بتروح على ماليزيا وأوروبا، أنا أفكر على الصين على اليابان. ما تهكلي هم، أنا برتب الموضوع. شو رأيك اليوم نطلع على المزرعة؟ لا جودة لا. لا لا تخافي، هالمرة رح طالعك بسيارتي مشان ما ترجعي لحالك. جودة الساعة 8 مرة عندك وانت طالع بعتيلي نزير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، طمني. الله وكيلك يا أبو خالد، هالطارق كأنه الأرض انشقت وبلعته. مرتين بعدت له الولد، قال ما عم يمرق على البيت بنوب. خطفت رجلي ورحت على الكازية اللي كان يشتغل فيها وما لقيته. يعطيك العافية. بس زرعت له الولد بالحارة وتركت له معه مسج. شو تفضلتوا سيدي؟ رسالة يا أبو خالد، رسالة. روقنا والله ما حلو أنت عابس، حواجبك حتبوس بعضها، فتفضلي أخي احكي لي. أبو جعفر زكاة عيونك بدي اياك تخطف رجلك على هالبالي، اجيب لي قطعتين تياب خفاف نضاف تكون الحركة سهلة فيهم ويكونوا مشكلسات حلوين. رأي على قرني شغل أكابر، ما بدي شلق حدا. تكرم عينك، اعتبرهم وصلوا. أخي أنا فايت سلق لي بيضتين، عملهم أربعة. لا لا صح، وأنا سبقتك. يا الله ما قلت لك الرجال مسوسي؟ والله ماني مصدقه يا امي، معقول ابو ربيع يشتري لي كل هالشي؟ وبتغندري ولبسي الجينز والحقيني ولا تخليه يشتري البيت لتشوفني. البس الجينز واطلع قدام ابي؟ يا امي شو عليه خطيبك؟ لا تاكلي هم ابوكي، اتركي علي. امي
قديش بدها تضل جوازي بالسر؟ ولك حوبي ما في شي بالحارة بيتخبى، سايري انتي. لك مو حارق قلبي إلا بقولة مرت عمي، عم الدبب إن شاء الله. لا تدعي علي أمي. لك محورة سوسحتي، مو انتي اللي بدك تسوسحي هو. قومي قومي البسي الزنز والحقيني، قلتلك نسوانجي وحاطت عينه عليكي. ايه بس طلبني بالحلال. لا تبلفيني لك سلالة، خلي هالحركات إله. بدك تقبري قلبي نو جاي على قولته. يلا استعجلي عم يستنى العريس. لك وبعدين عمي، طالما هلا عرفنا منين بفوت ومنين بطلع، بكره بنلطي له وبنفهم منه كل شيء. ايه اخي رح نلطي له، بس بركة ما طلع هو اللي ناطر الشركه، شو بدنا نعمل؟ يا خبر بفلوس، بكره بيبقى ببلاش، بكره بنجي للتميين، ودخيلك شو بده يطلع منه يعني؟ ولا شيء. هذا هو حديثنا فشخ. لحظة لقلا، شو رأيك؟ روح نلطي له بالحارة الثانية، بركة بنزبطه اليوم. يخرب بيتك شو ذكي، الشغلة صار بدها مخمخة. شو رأيك بسيجارة؟ لا يسلموا. ايه بالناقص. هلا فشاخ. عم قول ابو ربيع، يعني شو رأيك اذا حبيت يعني تاخذ رأي العروس بالبيت قبل ما تشتري؟ شو رأيك امي؟ هلي بيشوفوا ابو ربيع. لك تسلم لي الاخلاق العالي والذوق واللطافه، مرباي لك المربى غالي. علي مع علي ما نشتري البيت اللي على سوقك. ابو جميل عاوزتك بكلمتين. ايه شو علي؟ وجب وجب. عم اذنك ابو ربيع ما بتاخر. خذ راحتك، خذ راحتك ابو جميل، خذ راحتك، نحن صرنا اهل. يا الله. لك سبحان الذي خلقك على هالسحنة. لك أهلين أهلين. أنا مأهل. شحرورة شحرورة، عم تغردي مثل الشعارير. عيديها بالله عيديها. أنا مأهل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عم تطلع من دمك مثل السكر مثل العسل. نوقاية أنت، نوقاية مشطة، نوقاية فستو. عيديها كمان شوي أبو ربيع. لك سبحان الذي خلقك، سبحان الذي صورك أحلى صورة. حكي لي شي شغلة. لك رح جن، لك رح جن. منين بده يجي؟ يا من هون يا من هون. شو بده يكون تعبش على السطح؟ انت ليش بسلتك محروقة؟ طولي بالك شوي، اليوم لازم نزبطه. ايه لازم نزبطه، شغلة محرزة. هيك قلتك؟ ايه هيك قلتي. ما في أذكى منك في الدنيا انت. ما هيك؟ انا انقطعت من الدخان، خلينا نروح نجيب لنا باكيت دخان ونرجع نلطي له هون. روح فشاخ ولا دخاناتك، روح روح. الحجر وقسي البشر، لا للحجر قسي البشر واتمتعوا بقصص الحزين. يا مين يا مين يا مين يا مين يا مين.
يا هالمدينة مثل البحر غدار وجه الطيبة وسكينة عود قلبك الأسرار شوفك يا هالمدينة أحلام ضاعي الفضا مجروح ما عنده حدا أحلام ضاعي الفضا مجروح ما عنده حدا ودموع عم تسقط سودا صوت الظلم هالدار